هل حديث شهادة المرأة بالرضاع هل هذا يعني أن الأمور التي لا يمكن غالباً أن يشهدها مثلاً إلا الصغار أو النساء أنها تقبل ولو كانت من واحد؟ ذكر الصغار مع النساء غير صحيح، الصغار ما يقبلون لأنه ما غير مكلفين، أما المرأة فهي مكلفة فتقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه غيرها، تقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه غيرها لأنها مكلفة وعاقلة. أما الصبي لا تقبل شهادته لأنه غير مكلف، لكن ذكر ابن القيم أن شهادة الصبيان تثبت قرينة إذا حصل بينهم هوشة، الصبيان حصل بينهم هوشة وطقوا واحد أو شجوه فشهدوا، ابن القيم يقول تقبل شهادتهم من باب القرينة لا من باب الحكم بها. نعم.